انا كنت عم ادرس ماركتينج بكندا ورجعت على لبنان، جربت شعر على رفيقتي وصراحه كثير حبيت، جربت كنت عم اتسلى يعني، وطلبت من بيي انه عبالي روح اتعلم، بما انه كنت تلميذ كارثه قبل، اخذت وقت بس قنعته بالاخر، والوالده لها دور كبير لتقنعه وتساعدني، ورحت على لندن لبلش كوافير، ومن اول نهار بلشت I fell in love with it، انغرمت بشغلي ever since شغل 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 شغل، ولقيلي الشغل كأني رايح ما بعرف أسهر أو أظهر مع أصحابي، it's the same fun. لما أطلع بالسيدة لنقيلة شو بدها، في عدة factors بيروحوا into consideration، فضل أقعد أحكي معها شوي، أعرف شو بتشتغل شو بتعمل، example صغير إذا ست بعدها مولدة بيبي فضل ما أصر لغرتها، لأنه كل الوقت بدها تحمل البيبي وتطلع فيه، ما بدها شعر بوجهها، example صغير. ما في يقول أن أقل ذوق أو أكتر ذوق من غير مزين شعر، هيدا شيء الزبون بنقيه، إذا حدا بيحب ذوقه بيجي لعندي، وإذا حدا بيحب ذوق غيري بيروح لعنده، لهيك بعتقد أنه كلنا بالمصلحة we are equal. It's just different tastes، يعني كل واحد بيروح بيجي لعنده الزبون اللي بيحب ذوقه له. جمال السيدة لإلي هو لما يكون الفول لوك مبين الكاركتر تبع السيدة. إذا بدي أعطي نصيحة للسيدة بالخليج العربي وبالدول العربية، عندنا طقس كتير في غبرة وكتير في هواء وكتير في شوب، سو اليوفي مع الغبرة والرمل اللي بالهواء كتير 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 بيأذوا الشعر. دايما دايما لازم نستعمل ليفين كونديشنرز، اي ثينك هيدا اهم شيء نعمله او نشتريه من عند المزين بعد ما نروح من عنده، لنحافظ على لون شعرنا، لمعه شعرنا وصحه شعرنا. بلش المشوار فجاه، ولا شيء، كنت احب الميك اب بس، وبدات انشر الصور انستغرام شوي شوي لين طلعت ودرست المكياج بلندن والمانيا. اللي يلهمني عادة نفسيتي والظروف اللي أمر فيها هي اللي تخليني أستخدم هذه الألوان أو لا، بشكل عام يعني أنا مرة حساسة. كيف أعرف إنه هذا الشيء يناسب هذه البنت أو البنت الثانية؟ أنا غالباً أحب اللي يناسب، يعني كل بنت يناسبها اللي نفسها، يعني ما أحب هذه أنحف وهذه أصغر وهذه أكبر، أحب البنت مثل ما هي، ملامحها مثل ما هي. لكن مثلاً إذا عيونها صغيرة نستخدم أشياء معينة ما تصغرها زيادة، إذا العيون الكبيرة. لكني ضد فكرة إنه لازم تكبرين العين وتصغرين الخشم، خليك مثل ما أنتي. الجمال بالنسبة لي الشخصية قبل حتى الملامة. الشيء اللي مر علي بحياتي وكان مثل الحاجز، في فترة من الفترات أهلي قالوا لا ما تشتغلين هذا الشغل وهذا مو شغل صح، توقفت يعني حياتي فترة معينة شهور معينة، بس جواتي كنت مؤمنة أنه أنا بستمر بالمجال اللي أنا أحبه. فأي ما كان الظروف اللي حولكم استمروا في اللي أنتوا تبغونه، خصوصا يعني بس أهم شيء يكون الشيء صح، يعني ما يكون ضد أهلكم أو المجتمع أو أو أو. كلمتي للمراهقات وغير المراهقات يعني أنه ينتبهوا للشيء اللي هم يحبونه ويستمرون عليه وما يوقفهم أحد، وبس انبسطوا بحياتكم، سووا الأشياء اللي تشوفونها حلوة وتعجبكم في نفسكم، خليكم واثقين من نفسكم كثير. أوكي، كيف بديت؟ سؤال دائما يسألوني إياه. وبديت كأي بنت عادية عندها حلم وطموح وتبغى تسوي الشيء اللي هي تبغى يعني تحبه، فبدأ مشواري بالشيء اللي أنا أحبه هو فاشن، وما يعني it just took a life of its own. يعني دائما يجوني بنات يعني كثير يقولوا لي إنه يبغوا يكونوا زيي أو يبغوا يكونوا يعني مثلاً famous أو يبغوا يكونوا، بالعكس أنا ما أشوف نفسي famous، أنا اللي قاعدة أسوي الشيء اللي أحبه basically. فأنا دائماً أقولهم إنه سووا الشيء اللي تحبوه و concentrate، يعني focus على أنتوا اللي إيش أنتوا تبغوا تسووه، مو اللي الباقيين قاعدين يسووه، you know what I mean؟ يعني it has to be very unique، شيء يخصه وبس.
احس البنات يعني دائما اقول لهم follow your passion, واحس the only way you can follow your passion is if you focus. ركزوا على 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 نفسكم, ما تركزوا على غيركم, وحتلاقوا نفسكم بالاخر. What inspires me, في كثير اشياء that inspires me. كل يوم someone I meet inspires me. يعني it's not, مو شيء اساسي, بالعكس كل ما مثلا I travel واروح على اماكن يعني ما زرتها قبل, احس I'm inspired. ففي كثير اشياء حواليا انه inspires me. وكل حد عنده شيء يونيك عنده. انا اليونيك عندي انه I love blazers. انه I can't, يعني I'm obsessed with blazers. والبليزرز عندي اهم شيء في الواردروب, لانه احس انه تقدري تلبسيها وتلبسيها وتغيري اللوك كامل بس بالبليزر. فاحس انه كثير ناس ينسوا هالموضوع, يعني يحسوا انه البليزر مو شيء الاساسي في الواردروب. That's what makes me unique, انه اعرف كيف البس البليزر واغيرها بطريقتي. يعني